عليكم، معاكم اليوم عمر او كابتن الامارات، اليوم معاكم في فلوق جديد يا جماعتي. فاهم اليوم يا جماعتي ان فلوق مباراة شباب الاهلي ضد الجزيرة في الجولة 65 من الدوري، ما ادري بالضبط، بس اليوم يا جماعتي عنا مباراة قوية، مباراة ضد الجزيرة. نحن المركز السابع في الدوري بسبع نقاط، والجزيرة في المركز الثالث ينافس بقوة على الدوري هذا الموسم. فهم لازم يفوزون عشان يستمرون في المنافسة على الدوري، نحن لازم نفوز أيضا عشان نحن تعادلنا آخر مباراة تشلبا وخسرنا قبلها ضد الظفرة. اليوم يا جماعتي مباراة في استاد راشد، الحين باقي ساعة على المباراة وبروح لها بالتيشيرت الأخضر اللي تشوفونه هني. أنا ما عندي التيشيرت الأحمر لين الحين، ممكن اشتري الشهر الجاي اذا لقيته، اذا لقيته الشهر الجاي بشتري 100%. فا هي بنروح للمباراة الحين، شباب الاهلي ضد الجزيرة، ليتس جو. وباكر ان شاء الله بنسير مباراة الشارجة ضد الوصل. فا هذا اسبوع بيكون اسبوع جميل بالنسبة لي، بالنسبة من ناحية المباريات. وفي الاسبوع الجاي بروح لنهائي كاس رئيس الدولة بين الوحدة ضد الشارجة. الحين خلونا نروح لهذه المباراة، قلت لكم باقي ساعة والحين بروح لها بحرك للملعب. Let's go. حبيب البلدين، الله اكبر.
حبيبكم مين؟ اوكي يا جماعتي، نهاية الشوط الأول ب1-0 لمصلحة فريقنا. صراحة صح انه مبخوت مو موجود، بس انا ما كنت متوقع انه نكون متقدمين هالشوط، خصوصا انه ما حد كان متفائل في الفريق ولا حتى انا. بس حلو، عم متقدمين 1-0 على الجزيرة، ان شاء الله الشوط الثاني نفوز. الجزيرة ما كان خطير ابدا في الشوط الأول، ولا شفته يحاول. وبالنسبة لي الفرصة الأخيرة للمغربين كانت ممكن تقريبا تربح المباراة، بس للأسف أنها ضاعت. إن شاء الله نعوض في الشوط الثاني وإن شاء الله نفوز. Oh!
خلصنا يا شباب. ها ممكن رابع او خامس فيصل طيح في الشوط الثاني يصدع عليك سيف. سجل عن طريق متوقع البلون. تعال تطلع لا تمشي في الملعب. شو هذا يا اخي؟ لا انا اسف على الاصوات اللي تطلع في الخلفيه. اليوم عندنا مناسبه اصلا ف اوكي انتهت المباراه فزنا فيها 2-1 الحمد لله. فمبروك لنا هادلك للجزيره اللي ما قدموا اي شيء اصلا اليوم. فزنا 2-1 ضيعنا وايد فرص كنا المفروض نفوز في المباراه ممكن 4 أو 5 اهداف بس هي اهم شيء نفذنا اليوم حصلنا 3 نقاط. انا ما ادري ان احنا في اي مركز ويبنا الخساره الاولى
لنادي الجزيره. فالناديين اللي لين الحين ما خسروا هم الشارجه والوصل اللي انا بحضر مباراتهم باكر، يا ذابح او مذبوح. فمتوقع ان هي قدمنا مباراه ممتازه، يوسف جابر سجل لنا الهدف الثاني في المباراه. فاتوقع ان هني انا بختم هذا الفلوق. فالى هنا وصلت الفيديو، اتمنى استمتعتوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. ثانيا شكرا على 3800 مشترك، يلا خلونا نجيب 4000 قبل نهاية السنة. وفي 3 فلوقات حماسية بتكون جاية على الطيج، حجزت تذاكرهم. فيا وايضا في مباراة ما بقول لكم عنها اي شيء. فكان معاكم كابتن مرات عمر، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. كان معاكم كابتن هو، مع السلامة شباب.